المتحف الروماني بالأسكندرية. بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1891 لحفظ آثار مدينة الأسكندرية، وانتهى العمل في المتحف بصورة متكاملة عام 1895، حيث افتتحه الخديوي عباس حلم الثاني، وكان عدد قاعاته 11 قاعة. ونتيجة للنشاط الأثري وتزايد الاكتشافات، زادت عدد قاعاته حتى وصلت 25 قاعة. يضم المتحف بعض الآثار التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني وبعض الآثار الفرعونية. وقد كشف المتحف عن مقبرتين هامتين، إحداهما من العصر البطلمي عثر عليها بمنطقة سوق الورديان، والأخرى ترجع إلى العصر الروماني، وقد تم قطعهما ونقلهما إلى الحديقة القبلية للمتحف. ويحتوي المتحف على عدة قاعات، كل قاعة تضم مجموعة من الآثار في العصور المختلفة. تضم إحدى القاعات مجموعة هامة من آثار العصر القبطي عثر عليها بالأسكندرية، منها لوح رخامي مصور للقديس أبو ميناء بين جمالين رابضين، ومجموعة من الأواني الفخارية التي تصور الفن المصري على هيئة طيور داجنة، وتيجان فخمة من الرخام على هيئة سلال من الخوص المجدول، وتمثال للراعي الصالح رمزا للسيد المسيح يرجع للقرن السادس الميلادي. كما تعرض إحدى القاعات تمثالاً لرأس الإسكندر الأكبر من الرخام الأبيض، وقطعتان من الفسيفساء على الجدارين الشرقي والغربي، وتمثالاً يجسد الصورة المصرية للإله سيرابيس معبود دولة البطالمة في هيئة ثور أسود. ويعد المتحف أحد أشهر المتاحف المصرية التي جمعت آثار الإسكندرية عبر مختلف العصور لتخلدها وتحفظ التاريخ المصري.